بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في أكاديمية كمال للتربية والتعليم وفي ذاكرة النشاط العلمي. الفلك المستوى السادس ابتدائي. الأرض كروية الشكل تقريبا، يقدر شعاعها بحوالي 6400 كيلومتر، ويبلغ محيطها طول خط الاستواء تقريبا 10000 كيلومتر. تسقط جميع الأجسام نحو سطح الأرض بفعل الجاذبية. صورة للكرة الأرضية تبين كرويتها ملتقطة من الفضاء بالأقمار الصناعية. تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة في 365 يوم وربع اليوم، أي 6 ساعات. وتيسيرا للحساب، يتم اعتبار 3 سنوات مكونة من 365 يوم، وتسمى سنوات بسيطة. ثم تأتي سنة رابعة مدتها 366 يوم، تسمى سنة كبيسة، 4 سنوات، لأن 6 ضرب 4 تساوي 24 ساعة، أي يوم يضاف. الحركة الظاهرية للشمس هي أشبه بالحركة الظاهرية للأشجار التي نراها من نافذة القطار. تبدو الشمس تنتقل من الشرق إلى الغرب. الشمس ثابتة ولا تتحرك، الأرض هي التي تتحرك من الغرب. يمكننا أن نحاكي الأمر بأن نثبت على مجسم للكرة الأرضية مسمارا ونسلط عليه ضوءا ثابت وندير المجسم ببطء، فنلاحظ تحرك الظل كما يحدث مع تحرك الظلال على طول النهار. تدور الكرة الأرضية حول نفسها في حوالي 24 ساعة.